ستفتح قنصلية لبلد عزيز على المغرب، بلد عربي لأول مرة تفتح القنصلية في مدينة العيون. شنو هي الدلالات ديال هذا الافتتاح؟ افتتاح هذه القنصلية العربية الأولى من بلد عربي ما هو أخ ولا صديق للمملكة المغربية هي الإمارات العربية المتحدة، بلد الشهامة وبلد الأخوة الحقيقية لطالما لعم المغرب من الجهتين، لا من طرف المغاربة تجاه إخوانهم الإماراتيين ولا من طرف الإماراتيين تجاه إخوانهم المغاربة. هذا ليس غريبا على القائدين، على ملك البلاد وعلى أمراء الإمارات. هذه ظرفية استثنائية عبروا فيها الإخوة بموقف سيبقى سيخلده التاريخ، فيه معطى بغيت يعرفوه المغاربة كاملين والرأي العام عنه الشيخ محمد ولي العهد الأمير الشيخ محمد، من الناس اللي كانت شاركت في المسيرة الخضراء. يعني هذه المناسبة العزيزة والغالية على كل مغربي، الذكرى 45. اليوم الشيخ محمد هو مسؤول على بلده، وهو مشاركته اليوم وإعطاء أوامره على أساس أنه تفتح قنصلية في هذا الظرف الحساس اللي كتعرفوا القضية الوطنية وما أزرت مناسبة هذه الذكرى. التاريخ يعود نفسه، رسموها الأبطال للشهامة موحد البلاد الحسن الثاني رحمه الله، والشيخ زايد اللي يسمى زايد الخير في عروبته ومشاركته في المسيرة ومؤازرته للحسن الثاني. اليوم الشيخ محمد الولد البار يستجيب للولد البار جلالة الملك محمد السادس ويلبي، وتكون أول دولة عربية تفتح قنصليتها. هذا قرار أولا سيادي، هذه واحدة. ثانية، موقف رسمي من الإمارات العربية على أساس أنه راه المغرب يمارس سيادته على هذه الأرض. نعم، هذا الافتتاح يواكب مع واحد القرار ديال المجلس الأمن ديال 25-48 اللي هو يشير على أن الجزائر مسؤولة في هذا النزاع، وهناك كذلك أن الحكم الذاتي المقترح من المغرب هو له مصداقية وهو الأساس لحل هذا النزاع. شوف الأخ شكير، قلت لك في الجولة الأولى ديال المفاوضات ديال جنيف أن الجزائر طرف. اليوم مجلس الأمن في قرار 25-48 الجزائر طرف معني مباشر، والقرار يتكلم على سمو المبادرة المغربية اللي لها 13 سنة جلالة الملك باش طرحها في كواليس الأمم المتحدة. بعد 13 سنة المكون الدولي يعني المجتمع الدولي أجمع على أساس أنه هذا مقترح تمتع بالمصداقية والواقعية وعنده سمو الكامل، والجزائر معنية لأنها لا بد لها تعود طرف، لأنها كان دائما تتملص وتقول أنا لست معنية من الملف، وهي اللي كتحرك الأجندة السياسية للبوليساريو. اليوم مسؤوليتها التاريخية على الأرض، المغرب ما غير من سياساته. مسيرة النماء كما عاهدتها فينا المسيرة الخضراء، مسيرة العطاء، مسيرة الوحدة، مسيرة مد يد العروبة دائما ممدودة من لدن جلالة الملك الإخوان والعرب وإخوان الأفارقة. الإخوة الأفارقة عبروا عن موقف استثنائي في وقت استثنائي في ظروف صعبة، وعبروا عن موقفهم وآزروا المملكة المغربية بقرارات سيادية. مصطلح قرار سيادي يعني قرار دولة تعترف للدولة المغربية على أساس أنها تمارس سيادتها على وحدة ترابها وتعزيزها في موقفها في قضية وحدة ترابية. نعم، هناك في القرقارات واحد نوع من الابتزاز على المغرب وعلى الحركة ديال المرور ما بين المغرب وما بين موريتانيا. ماذا يعني هذا الابتزاز وهذا التصعيد من طرف الانفصاليين؟ هذا خاصكم انتم الإعلام الوطني، أنا أدعوك لعدم الاهتمام لهذا الموضوع. هذه استفزازات ضروري تكون عندك ردة فعل من حد ما يبغي لك الخير، لا بد له يدير لك شيء يسيء لك. خلي المنتظم الدولي هو اللي يتهمه، ونحن جهازنا الدبلوماسي كفيل وقادر
على اساس انه يخوض هذاك النوع من المعارك لحظة الجيران اللي هم الموريتانيين، والى ان شاء الله مع الاخوه الاشقاء الجزائريين عن ما عن يرجعوا عن موقفهم ان شاء الله ويوحدونا احنا واخواننا يعني الانفصاليين اللي انشقوا وغرر بهم الزمن. سوف يبين لهم الوقت على اساس انه نحن على حق وركبنا بابنا مفتوح لهم دائما موجودين لهم، وهذا النماء وهذا البناء راه كنوجدوا لهم دائما نحن مستحضرين على اساس انه اخواننا يوم من الايام سوف يلتحقون بنا. ما لنا باغيين على اساس انه يفوتهم الركب ويفوتهم الوقت. 45 سنه مضت من هذا من هذا المشكل المفتعل. نطلب من الإخوة الجزائريين يلبوا الدعوة اليد الممدودة اللي مدها جلالة الملك دائما للإخوة الجزائريين في التعاون بكل مشكلة على حدة، مشكل الصحراء، مشكل الحدود، مشكل المغرب العربي في مكونه ولا في مداه الإقليمي على مستوى الدول الخمس إن شاء الله. وكفيل الوقت إن شاء الله باش تبين بالحجة وبالبينة على أساس أنه نحن أصحاب حق وعلى حق.